المسيرة الخضراء تعتبر المسيرة الخضراء جزءاً لا يتجزأ من التاريخ العظيم للمملكة الشريفة، ولهذا نقدم لكم عرضاً مفصلاً عن جميع مراحل هذه الذكرى الغالية على نفوس كل المغاربة الأحرار الذين لا يرضون إلا بالحرية والاستقلال. محاور العرض: يتمحور هذا العرض حول المسيرة الخضراء، بدايتها، مراحلها ونتائجها، وأخيرا الخاتمة. المسيرة الخضراء: المسيرة الخضراء هو مصطلح يطلق على المظاهرة السلمية الجماهيرية التي نظمها المغفور لها الملك الحسن الثاني عام 1975 ميلادي، وذلك احتجاجا على الاحتلال الإسباني للأقاليم الجنوبية، وهي التي تمثل صحراء المغرب. اشترك في المسيرة الخضراء حشد عظيم يقدر بحوالي 350 ألف مغربي ومغربية، وبلغ عدد النساء 10% من عدد المشاركين. وتحركت هذه الأعداد الهائلة بانتظام وتنظيم مميز من مدينة طرفاية باتجاه صحراء المغرب. بداية المسيرة: بعد 75 عاما من الاحتلال الإسباني لأراضي المغرب، تدهورت الأوضاع في صحراء المغرب، بحيث أن موقف الإسبانيين كان صارما وواضحا، عازمين على التمسك بصحراء المغرب ولو اقتضى الأمر بالمواجهة المسلحة. وأنذاك كان 35 ألف جندي إسباني يقفون على الحدود بين المغرب والصحراء. مراحل المسيرة: كانت أول مجموعات المتطوعين في 23 أكتوبر من مدينة الرشيدية، وقد امتدت 12 يوما متتاليا. عملت 10 قطارات يوميا ودون انقطاع على نقل المتطوعين إلى مراكش، ثم إلى أكادير، ثم إلى ضواحي طرفاية. في 5 نوفمبر من عام 1975 ألقى الحسن الثاني خطابا لشعبه يدعوهم فيه للانطلاق بالمسيرة صبيحة اليوم التالي، وقال في الخطاب كلماته الشهيرة: غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون طرفا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم. نتائج المسيرة: أعلن الملك الحسن الثاني في 9 من نوفمبر أن المسيرة حققت أهدافها المرجوة، وأعطى للمشاركين انتهاء المسيرة بنجاح. وفي 14 من نوفمبر عام 1975 وقعت كل من المغرب وموريتانيا وإسبانيا اتفاقية تفيد باسترجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ورغم تشكيك الكثيرين بنجاح هذه المسيرة، إلى أنها بالفعل حققت مرادها، ودفعت الجيش الإسباني للانسحاب بطريقة مسالمة دون إراقة دماء. للمملكة المغربية عدة أحداث تاريخية وسياسية واجتماعية تميزها. من أهم الأحداث التي عرفتها المملكة في القرن العشرين المسيرة الخضراء، التي تعتبر درسا مهما للعالم في السياسة والسلم العالمي.